اجتماع الفصائل اليوم يؤكد على أن هناك إجماع فلسطيني من كل الفصائل والعمل الوطني والإسلامي ضد هذا القرار ورفضا لهذا القرار واعتباره تدخلا سافرا وعدوانا مرفوضا ضد شعبنا الفلسطيني. حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضت هذا القرار رفضا واضحا وصريحا ونددت به واعتبرته عدوانا على شعبنا وانتهاكا للقانون الدولي الذي يعطي الشعوب حقها في تقرير المصير وحقها في مقاومة الاحتلال بكل وسائل متاحة بما فيها المقاومة المسلحة، كما أنه اعتداء صارخ بأنه يحرم شعبنا حتى من التعبير عن رأيه وبتأييد حقنا في المقاومة. هذا تدخل سافر ومرفوض. موقفنا في حركة الجهاد الإسلامي، واليوم هناك إجماع فلسطيني من كل القوى الوطنية والإسلامية لشعبنا ومن كل شعبنا الفلسطيني على رفض هذا القرار الظالم البريطاني الذي يصف حركة المقاومة الإسلامية بأنها تنظيم إرهابي. هذا تماهي مع أجندات العدو الصهيوني وخدمة لهذا الكيان الصهيوني المحتل لأرضنا والذي اقتلع شعبنا الفلسطيني ولا زال يشن عدوان متواصل على شعبنا الفلسطيني. تداعت الفصائل بشكل طارئ اليوم وحضر جميع المكونات الشعب الفلسطيني من قوى وطنية وإسلامية لتعبر عن موقفها الرافض والمستنكر ما أقدمت عليه وزارة الداخلية البريطانية باعتبار أن أحد مكونات الشعب الفلسطيني بمنظمة إرهابية. إذن هي مؤامرة مستمرة من 104 سنوات عندما وعد بلفور، وللآن بريطانيا تمارس هذا اللاحق بحق الشعب الفلسطيني. هذا استمرار للعدوان المتواصل من قبل بريطانيا على الشعب الفلسطيني منذ إعلان وعد بلفور. هذا القرار الخطير هو شكل من أشكال تجميل هذا صورة هذا العدو الإسرائيلي أمام العالم. أيضا هذا القرار الخطير هو يعطي ضوء أخضر لهذا العدو الإسرائيلي لشن عدوان على قطاع غزة أو تجديد الحصار على القطاع، وبالتالي يجب مجابهة هذا القرار بكل الوسائل وبكل الطرق. يقوم الشعب الفلسطيني بهبة وطنية سياسية شاملة للدفاع عن حقوقه وعن مقاومته. ما جرى من بريطانيا في يوم أمس واليوم هو قرار يستهدف 16 مليون فلسطيني ولا يستهدف حماس وحدها. شعبنا الآن بكل قواه يعلن تحديه للقرار البريطاني ورفضه لهذا القرار ومقاومة هذا القرار، وسيسقط شعبنا هذا القرار.